في حاجة يا محمد؟ جلالة الملكة فريدة بتسأل عن جلالتك. فريدة، مش ناقصاك يا فريدة النهاردة، كفاية اللي عملته فيا كريم. انت يا دوح ما خفتيش كده وانت قاعدة تتكلمي مع الملك؟ يا سلام، ما انت عارفاني يا جمالك طول عمري بريئة وما بخافش غير من الخلاق. اه بس ده اكيد اتبل عشان كده خد بعضه ومشي على طول. يا سلام، ما هو ملك مصر يا اختي، ما يصحش يقعد في اماكن زي دي. طنط تحية، طنط تحية. احنا مش هنقوم بقى؟ انا بس مش بدري قوي كده عشان انا بنام متاخر. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ تعملي ايه في ايه يا حبيبتي؟ عايزه حاجه اعملها لك. انا جعانه. يا خبر، اي القمر السكر بتاعي جعان. هعمل لك احلى فطار في الدنيا. تحبي تفطري ايه يا قمر؟ يلا افتحي بقك يا قمر. انا شبعت خلاص يا طنط. ما ينفعش يا حبيبه طنط، لازم تاكلي كويس عشان تقوي وتبقي عروسه زي القمر. ما يكون انت تكبر وابقى عريس. يا سلام، ده انت هتبقى عريس وسيد العرسان كمان. هتوديني المدرسه يا طنط؟ بطلي دوشه بقى يا نجات، سيبيها يام. ايوه يا حبيبتي، هوديكم مدارس، ومش اي مدارس، احسن مدارس في مصر. هتتعلموا فيها فرنساوي ولغات، لازم تبقوا احسن ولاد في الدنيا. يا تحيه، دول بيقولوا المدارس دي مصاريفها كتير قوي. مش مهم يا ام، انا ممكن هشتغل ليل نهار بس ولاد اختي الحلوين دول يتعلموا احلى تعليم. بيقول لك المدارس اللغات دي بتبقى داخله وبتدي اجازات سبت وحد. برضو مش مهم، المهم انهم يتعلموا صح ويتربوا صح. انا خلاص اعتبرتهم ولادي، مش جايز ما خليش. انا عاوز حضرتك تطمني خالص يا جلاله الملكه. هو عامل ايه؟ طمني يا دكتور. الحمد لله ربنا ستر، شرخ بسيط في الحوض. احنا ممكن نسفره بره مصر. في اعتقادي الحاله مطمئنه وما تستدعيش. في طبيب مصري عندنا في سلاح البحريه اسمه يوسف رشاد، بارع في الحاله بتاعه جلاله الملكه. استدعوا الطبيب تفضل. احنا فعلا استدعيناه يا باشا وهو في الطريق. اي دكاتره محتاجه الملك تجيبهم ان شاء الله من اوروبا. احنا كلنا في خدمه الملك يا جلاله الملكه. انا عايز اشوفه، هو فين؟ لولا ان الملك قوي البنيه كان راح فيها. ليه؟ هو جراله ايه؟ بيقولوا كسف الحوض يا ستي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والنعمه الشريفه، الناس فاهمه الملك بتاعنا غلط. وبعدين هو في حد يشمت في المرض؟ طب ده واجب علينا نزوره. مانعين عنه الزياره يا ستي علشان يستريح، بس انا حصلني شويه كده اروح ازور جلالته مع وفد رفيع المستوى. بس بيني وبينك برضو، هو زودها حبتين في موضوع الستات ده. الملك بتاعنا زيه زي كل الرجاله، بس في بقى نسوان عينيهم فارغه يتمنوا يناموا في حضنه ولو ليله واحده، ولا الحاشيه البايظه اللي ماشيه وراه وماليه حياته بالنسوان. قال ايه؟ عشان يعموا عينيه عن علاقه حسنين بامه القرشانه. عال قوي جلالتك اهو. البركه فيك يا دكتور يوسف، لولا سهرك وتعبك معايا ما كنتش بقيت كده. مولانا ما عملتش غير الواجب، احنا كلنا في ده جلالتك. انا متشكر يا دكتور يوسف، متشكر قوي. ان شاء الله جلالتك كلها كام يوم وهتمارس حياتك بشكل طبيعي جدا. بشكل طبيعي طبيعي والله نص نص. لا ان شاء الله جلالتك بشكل طبيعي تماما. انت هتكون معايا يا دكتور يوسف. مولانا رهن اشارتك، وقت ما تعوزني هتلاقيني تحت امرك. لا، انت هتكون معايا في القصر، مرسوم ملكي بوجودك في القصر معايا. انت هتكون من حشية الملك.
شرف كبير قوي مولاي انا ما استحقهوش. لا يا دكتور يوسف، ده تقدير على اداء لمهمتك ببراعه، وكمان مراتك هتكون موجوده معاك. ده كتير قوي مولاي، انا فعلا ممنون لجلالتك. خلاص يا دكتور يوسف، مراتك تكون وصيفه لاميره من الاميرات. احنا كلنا في خدمه جلالتك يا مولاي. انا ارتحت لك ووثقت فيك، بقى صعب في الزمن ده اختيار الصديق. ده شرف كبير قوي مولاي، وانا ما استاهلش كل ده. انت تستاهل اكتر من كده بكتير يا دكتور يوسف. انت دكتور شاطر ومخلص، وانا احب المخلصين. وانا اوعد جلالتك اني هكون عند حسن ظنك دايما. انا مش مصدقه نفسي بقى، انت معايا هنا في الاسماعيليه ولا وليكي وحشه يا مريم. الله 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 الله، وانا بقى ما وحشتكيش يا عمتي تحيه ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى، انت وحشني قد عينيا الجوز يا عثمان. بس ايه يا واد حكايه عمتي عمتي دي؟ اسمع انت، ما تقوليش غير يا اما تحيه يا اما بدويه زي زمان. لسه فاكره؟ عمري ما نسيت يا عثمان، ولا هنسى حتى الحلاوه الحلوه اللي كنت دايما بتجيبها لي من ورا ابوك وامك. الا من حق ابوك احمد عامل ايه؟ والله لسه زي ما هو، مشلول برضه. مش هتروح تطلي عليها بدويه؟ لا ما اقدرش، حاسه اني لو شفته ممكن افتكر كل اللي عمله فيا، وفي نفس الوقت هيسخط عليا قوي اشوفه وهو مشلول. مزرعتك حلوه قوي يا مريم. دي احسن مزرعه في الاسماعيليه، مزرعه مريم. اختك شاطره؟ طول عمرك شاطره وقلبك ابيض وحنين. قلنا بنت اللي حنين. طمنيني، اخبار مصر ايه؟ اهي من يوم ما خلصت الحرب وهي زي ما هي، احسن شويه من الاول. بس الانجليز لسه في ارضنا، عاملين زي الشوكه في الزور. لا وشوكتهم بتزيد كل يوم عن التاني. إن شاء الله هيجي يوم وينكشحوا ويغوروا في 60 داهية. يا رب، بس يبقى على حياة عنا. يا رب. حلوة الحلاوة يا عمتي؟ حلوة الحلاوة يا تحية؟ حلوة، ماشي الحال يا عثمان، بس بيني وبينك حلاوة الصيادة أحلى دي برقبتها. يا حبيبتي، دي إسماعيلية منورة بيكي. منوره بيكوا انتوا يا حبايبي. اسمع ليا، بره تضرب تقلب، الناس كلها تتجنن، كله عايز يشوف بعينيه ويقابل تحيه كاريوكا. امال الناس فرحانه بيكي قوي يا تحيه. عارفه يا مريم، هين عليا اخش بيت بيت وحاره حاره واخد الناس كلها في حضني واقول لهم انا بنتكم. مش للدرجه دي، قرايبك بس هما اللي يجوا يسلموا عليكي. كل اللي عايز يسلم يخش يسلم، ولا اقول لك انا طالعه لهم لحد عندهم وانا في ديك الساعه؟ ربنا يزودهم يا رب. بيقولوا ان تحيه كاريوكا هنا في الاسماعيليه، دخل الحبايه، وبيقولوا الناس هتتجنن عليها. اشرب، ابلع الحبايه كويس، ناس هبله بعيد عنك. دي اكيد جايه عشان تاخد حقها وحق امها، يكسر حقها البعيده. الا مش هتيجي تزورك، ما هي بقى ما عادتش هتخاف منك، ده انت حتى ما كنتش بتخوف النمله. يلا مشكلة. هو ايه بس يا سينجي؟ عندي دور البنت اللي هتعمل البطولة قدامي. أنا شايف فيه تحية كاريوكا. كاريوكا؟ هو دور صعب، لكن لو اجتهدت فيه وأدته صح هيفرق معاها جدا. أمال؟ أكيد. أنا كلمت المخرج وليد سامح عنها، وراح وشفى في الصالة من غير ما تعرف، والحقيقة رجع وهو متحمس إنها تعمل الدور،
خصوصا ان وشها ما زال جديد وغير مستهلك وهتناسب الشخصيه جدا. تتناسبها وتناسب ابوها كمان. طب وهنقعد مع الكاريوكي امتى؟ انا رايح لها دلوقتي دلوقتي حالا. نجيب الريحاني ودور بطوله يا توحه. هي فرصه طبعا لكن لا دي ما فيهاش لكن يا كاريوك. الموضوع ده مش محتاج لتفكير. دي فرصه ما تتسابش. ده دور بطوله قدام نجيب الريحاني. فاهمه ده معناه ايه؟ انك هتكسبي جمهور الريحاني كله. انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ الوقوف قدام الريحاني مش سهل. لكن الشغل معاه متعه. يا بيه انا مرعوبه قوي. يبقى هتنجحي. انا واثق انك هتنجحي. من بقك لباب السما يا بيه. انما ما قلتليش هي الحاجه فين النهارده يعني مش سامع صوتها؟ النهارده اجازه ولاد اختي خدتهم تفسحهم حب. والعفيته اللي سمعنا جت اخبارها ايه؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا يا اختي ما قلتليش. المربيه الفرنساويه بتاعتها ما بتعرفش تناديها بنجاة. فقال ايه استسهلت وبقت تقول لها رجاء. رجاء؟ غريبه يعني ما ان اسم نجاة اسهل من رجاء 100 الف مره. لكن ومال؟ رجاء رجاء ده اسم جميل قوي خالص. ايه يا ست تحيه؟ انا شكلي ما يخوفش. انا اسفه يا استاذ والله ما قصدي كده. انا اقصد بس ان حضرتك غول. لا 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 وكمان غول هي كده. انا لازم بقى اخوف فعلا. لا والله انا قصدي ان انت غول تمثيل. ولا غول ولا استاذ. الفنان مننا بيتعلم كل يوم جديد. ها سمعتي بقى الكلام اللي بيقوله الاستاذ تحيه؟ ما هو ده اللي رعبني بصراحه كده. هو ده اللي مخوفني. لا 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 لا, لا, لا. ان شاء الله ما فيش خوف من حاجه. استعد انت بس وشد حيلك عشان هنبدا تصوير الاسبوع الجاي. مصطفى كمال صدقي. ازيك يا انور؟ والله لك وحش. وانت كمان والله عامل ايه؟ الحمد لله على كل حال. اقعد. ايه اخبارك دلوقتي؟ انا ما اعرفش عنك اي حاجه من يوم ما صدر النطق السامي الملكي بالاستغناء عن خدماتك، وبعد كده عرفت انك هربت من معتقل الزيتون. زي ما انت شايف يا سيدي. قضيت نص حياتي هروب وزجون، لكن الحمد لله هبدا حياتي من جديد. من بعد ما سقطت الأحكام العرفية. أنت اتظلمت يا أنور. ده قدر اللي يحبه البلد دي يا مصطفى. لكن طمني أنت عليك، أخبارك إيه في الجيش؟ أنا يا سيدي مجرد ظابط بلوى في الصحراء، ونفسي أرجع القاهرة. لسه بيقولوا عليك إنك مندفع ومتهور وشيوعي. ما أنت عارف يا أنور اللي بيقولوه كتير. المهم أنت طمني، في أمل ترجع الجيش تاني؟ كنت مستني حد ولا ايه؟ كنت مستني حد كده يا سيدي كان جايب لي شغلانه. لكن تقريبا كده الشغلانه طارت. يعني انت دلوقتي خالي شغل؟ ربك ما بينساش حد. الحمد لله على كل شيء. انت عارف ميزه بلدنا ايه يا مصطفى؟ انها بتتسرق وبتتنهب من سنين. لكن ما حدش بيبات من غير عشاء. شوف يا دكتور يوسف، انا خلاص فاض بيا. انا عايز اخلص من الكابوس اللي اسمه مصطفى النحاس ده. انا عايز ارد على الانجليز برد قاسي. فهمني يا يوسف. انا فاهم جلالتك يا مولاي، فاهم جلالتك. بس اديني فرصه ارتب الامور واشوف ايه اللي ممكن يتعمل وهبلغ جلالتك. أنا ثقتي فيك ملهاش حدود. مش عايز أفكرك. أهم حاجة السرية في الموضوع ده. إن شاء الله يا مولاي أنا هكون عند حسن ظن جلالتك دايما. شد حيلك. ومعاك كل الصلاحيات لتنفيذ اللي اتفقنا عليه. قول لي. نايد عامل إيه؟ عايشين في خيرك يا مولاي. فوزية مضايقة بحاجة؟ بالعكس. نايد مبسوطة جدا مع الأميرة فوزية طبعا.
طب يلا اتحرك انت دلوقتي، مش عايز افكرك. السرية في الموضوع ده مهم جدا، وعايز ارد الالم المين للانجليز مصطفى النحاس. في ايه يا تحية؟ مالك بس؟ مش عارفة مالي، مرعوبة متلجة، بقولك مش عارفة مالي. اول زوم ايه الرعب ده كله بس؟ ده اول مشهد قدام الريحاني. يا سلام، ويعني طب انت بصيتي قدام القصر ومالي منيب وكنتي هايلة. معاه هو حاجة تانية خالص، اول ما بصيت في عينيه حسيت اني نسيت كل الكلام. بقولك ايه، خليني اعتذر عن الفيلم ده احسن. تعتذري؟ ايه كلام المناخوليا ده؟ احنا خلاص ابتدينا نصور في الفيلم، بعدين الفيلم ده هيبقى نقطة تحول في حياتك. بكرة تقولي سليمان نجيب قال. بقولك مرعوبة. طيب اهدي وقعدي كده واستهدي بالله. صدقيني انتي هتبقي هايلة، مش حال ما كنتش همثل معاكي في الفيلم ده. يلا 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 نقوم نشوف شغلنا. المخرج زعل عشان انا عدت كتير. صح، المخرج زعل. المخرج ده متعود يعيد 20 مرة في كل مشهد. بس انا مكسوفة قوي من الاستاذ الريحاني. الاستاذ الريحاني؟ الاستاذ الريحاني من باب علمك بالشيء مرعوب قدك 100 مرة. يلا يلا ولا شغل عيال، يلا قوم نشوف شغلنا. يلا على ضمانتك. ايه يوسف؟ كل ده سهر يا دكتور؟ ما انا قلت لك على اللي فيها يا نهد. طيب ما انت كده مش هتعرف تفكر، لازم تنام وتستريح عشان تقدر تفكر كويس. انا لازم اعتمد على اصدقاء مقربين في الحكايه دي، ومش اي اصدقاء كمان، لازم يكون في توافق في الفكر والتوجه. واخترت حد؟ والله انا لغايه دلوقتي اخترت خالد فوزي وحسن فهمي عبد الحميد وابراهيم فتحي ومصطفى كمال الصبري. ايه ده ايه ده؟ ليه كل ده؟ انتوا هتحاربوا؟ في رغبه قويه عند الملك ان المجموعه اللي اختارها دي تفضل دايما حواليه. هنكون بيهم تنظيم اسمه الحرس الحديدي. يعني ايه الحرس الحديدي؟ ايه يا تروحه، اخبارك ايه؟ استاذ نجيب اتفضل اتفضل ارتاح يا بيه. اوضتك حلوه قوي وريحتها حلوه، هي كده اوضه حريمي صحيح. اخبارك ايه مع بديعة؟ الحمد لله كويسه. بديعة دي حكايه، انا سمعت انك سبتيها ورجعت لها تاني. في الحقيقه بس انا والمدام ما ينفعش نفترق عن بعض ابدا. والله طلعتها اشطر مني، انا بقى لما سبتها ما عرفتش ارجع لها تاني مع اني بحبها قوي. هي كمان بتحبك قوي يا استاذ نجيب. طبعا لسانها الطويل خلاها حكت لك على العلقه اللي تتالي. بصراحه ادتني حته علقه بنت الايه، ما خدهاش حمر اعرج في بطلع. ما هو بصراحه اللي انت عملته كمان فيها ما كانش شويه. الحقيقه كنت استاهل، ما عرفتش احافظ عليها. حافظه على علاقتك بيها، هتتعلمي منها كتير. انا فعلا بتعلم منها يا استاذ، ولسه هتعلم حاجات كتيره قوي. لازم تتعلمي انك تاخدي حاجه من كل حد تقابليه في حياتك، ولازم تحافظي على كل حاجه حلوه عندك، ولو قدامك فرصه ممكن توصلك امسكي فيها بايديك واسنانك. انت مش خايبه زيي، انا عارف انك شاطره وشجاعه. على فكرة أنا قلت لهم يأجلوا التصوير لبكرة. لا، أنا همثل النهاردة وهعمل مع حضرتك المشهد النهاردة. كده وهو كذلك. ايه جو الصحراء ده يا دكتور؟ هو انا ناقص الصحراء؟ معلش يا جماعه معلش، سريه الموضوع هي اللي خلتني اجيبكم مكان زي ده. خير يا يوسف؟ واضح ان الموضوع يقلب. بص يا خالد انت وحسن، بغض النظر انا عايزكم في ايه او ايه النتيجه اللي ممكن نوصل لها، انا مش عايز جنس مخلوق يعرف حاجه عن الاجتماع ده.
عايز كلامنا يا جماعة يبقى في منتهى السرية. ما تقول في إيه يا دكتور؟ قلقتنا. أنا عايزكم يا جماعة الفترة اللي جاية دي تكونوا معايا في رجالة البنك المهندسي. أنا اخترتكم أنتوا بالذات لأن أنا بثق فيكم وأنتوا أقرب ناس ليا، زي ما الملك بيثق فيا بالظبط. إحنا معاك في أي حاجة يا صاحبي. وأنا معاكم طبعًا، إحنا طول عمرنا أصحاب. وأنا قبل منكم. أنا جيشي أساسًا في الصحراء. إيه رأيكم في مصطفى النحاس وأمين باشا عثمان؟ خونة. وإيه جزاء الخونة؟ ضرب الرصاص والقتل. موافقين على الكلام اللي قال عليه مصطفى؟ انا عن نفسي موافق. وانا طبعا موافق، دول عملاء الانجليز. دي مهمتنا الاولى يا جماعه، الخلاص من الاثنين دول. احنا هنكون مع بعض تنظيم اسمه الحرس الحديدي للملك، مهمته هي الخلاص من كل العملاء وموالين الانجليز. في معانا شباب كتير جاهزين، بس للاسف محتاجين التدريب ومحتاجين حد يعلمهم ازاي يستخدموا السلاح. انور السادات هو انسب واحد للمهمه دي. فعلا اختيار انور ده اختيار موفق. والله انور السادات صديق عزيز وانا بثق فيه جدا. توكلنا على الله، نقرا الفتحة. نفسي بلدنا تبقى ملكنا يا مصطفى. أنا جاي لك عشان كده يا عمر. عايزين بلدنا تبقى بلدنا. بس إيه بإيدينا؟ إيه بإيدينا يا مصطفى؟ طبعًا تعرف أمين عثمان. ما اسموش أمين عثمان. اسمه عميل عثمان. ده خاين وابن كلب. قال إيه رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية. صداقة ايه؟ دول اعدائنا، في حد صادق عدوه؟ الانجليز دول اعدائنا يا مصطفى. وعشان كده احنا عايزين نخلص من امين عثمان. يا ريت نخلص من امين عثمان ومن الانجليز ومن الملك. لا مالكش دعوة بالملك، احنا المرة دي بالذات بنشتغل لصالح الملك. بس لو انا ساعدتكم يا شباب اساعدكم عشان الملك. أنا أساعدكم عشان مصر بلدنا يا مصطفى. بس لو أنت عايزنا تسيبنا من الملك نسيبنا منه. طول عمرك ذكي ودهى يا أنور، وعشان كده احنا اخترناك. بص يا مصطفى كمال، أنا معرفش أنتوا مين ولا شغالين لصالح مين، لكن طالما المصلحة مشتركة يبقى أنا معاكم. أنا أكتر واحد في مصر بيكره الإنجليز، وبكره أي حد بيحابل الإنجليز، وأمين عثمان ده أكتر واحد في مصر متعاطف مع الإنجليز بشدة. عشان كده أنا شايف زيك، مقتل أمين عثمان ضرورة حتمية. كده يبقى احنا إن شاء الله متفقين. بص يا سيدي، في جمعية سرية قررت مقتل أمين عثمان. طبعا انت عارف امين عثمان كان وزير الماليه في حكومه الوفد من 4 فبراير. اختصر يا مصطفى، عارف تاريخ اهله الاسود، خش في المفيد. الجمعيه السريه دي محتاج خبير عسكري يدربهم على استعمال السلاح وفن القتال، والخبير ده انت يا عمر. ها ايه رايك، هتدربهم ولا لا؟ ادربهم، مستعد ادربهم من دلوقتي. وفي ناس كمان عندها نيه للخلاص من مصطفى باشا النحاس. لا بقول لك ايه، انا عليا ادرب وبس. انتوا بقى خلصوا من اللي انتوا عايزين تخلصوا منه. ان شاء الله لو تخلصوا من محمود شكوكو. تعرفي يا توحه انك خدمتي نفسك من غير ما تقصدي. ازاي بقى يا بيه؟ لما ترددتي في انك تقبلي فيلم لعبه الست افتكروا انك عايزه تعلي اجرك. انا؟ طب والله ما كان قصدي. ايوه انا عارف، بس اهو ده اللي حصل، وبقيتي تاخدي اعلى اجر في السينما المصريه. يا سلام، ازاي بقى؟ طبعا انت بتاخدي 2500 جنيه مش لعبه. يا سلام، ما هم كمان ضايعين على اللبس والاكسسوارات واللازم منه. اسمعي، اوعي تبخري على فنك، ادي لفنك فنك هيديكي صدقيني. بس انا بقى عايزه اشتري عربيه. يا سلام، ضروري العربيه لازمه للمرحله الجايه، مرحله النجوميه. نجوميه حته واحده.
استني بس لما الفيلم ينزل، ان ما كان يكسر الدنيا ما بقاش انا سليمان نجيب. لعنة الله عليك يا يوسف، لعنة الله عليك. تقطعش لي رشاش ايه؟ شوكولاته؟ ده عمره جلاله الملك. عمره؟ وانتوا ليه مش عارفين توصفوا عمره؟ هيحصل جلاله، هيحصل ان شاء الله. امشي يا يوسف، امشي. عاوزين يقتلوني، عاوزين يقتلوني ليه يا مكرم؟ هدي نفسك يا مصطفى باشا، هدي نفسك. اهدي نفسي ازاي؟ ازاي؟ اكيد الملك هو اللي ورا كل ده، ما انا مش عارف هو عايز يقتلني ليه؟ يا باشا الحمد لله ربنا ستر، ربنا ستر. ولحد امتى ربنا هيسترها كده؟ مش كل مره هتسلم بالجره. ماشي يا جلاله الملك، ماشي يا فاروق. ما اعتقدش الملك يعملها. مين اللي له مصلحه في قتل النحاس باشا؟ الملك لو عايز يقتله كان قتله في عز الظهر، ولو عايز يمشيه كان مشاه، ده ملك. بس هو مختلف مع الانجليز في الحكايه دي. ده هي تاخدهم وتقطعهم. ما كنتش اعرف انك بتحب الملك قوي كده. انا ما بحبش الملك لكن بكره الانجليز. انا قلت يمكن حنيتي وعاوزه تبقي من حريم الملك زي غيرك. انا برضو كده يا مدام. طب ده انت اللي مربياني وعارفاني. عارفه يا توحه، وعشان عارفه اندفاعك مش عاوزه يكون ليكي اي علاقه لا بالملك ولا بغيره. بس هفضل اكره الانجليز. بلا السياسه بقى يا توحه. غصب عني بلاقي نفسي بتكلم فيها، بحاول افهمها عشان بحب بلدنا قوي. حب بلدك اه، لكن السياسه مالكيش دعوه بيها، لا تروحي في 60 داهيه. ما تخافيش عليا يا مدام، تحيه طول عمرها ب 100 راجل، وبعدين ما حدش بيموت ناقص عمره، ما حدش بياخد اكتر من نصيب. قولي لي عامله ايه مع الريحان؟ لسه بكمل الفيلم بصور. انا سمعت انك واخده دور بطوله فيه. بقول لك ايه يا تحيه، خلي بالك من شغلك. الفيلم ده لو وقع ولا حصل له حاجه بعد الشر يعني، هتبقى كبوه بالنسبه لنجيب الريحاني، لكن بالنسبه لك انت هتبقى نهايتك لانك لسه في اول الطريق. الله الله، هو انت بتخوفيني ولا ايه يا مدام؟ عشان عارفاكي لما بتخافي بتنجحي، وانا واثقه انك انت هتنجحي وهتبقي نجمه كبيره قوي. والله انا بعمل اللي عليا يا مدام، ربنا اللي يعلم. والاستاذ الريحاني كمان ما بيبخلش عليا ابدا بالنصيحه، واقف جنبي على طول. على فكره يا مدام، الاستاذ الريحاني لسه بيحبك قوي. عموما ربنا يوفقه. يعني مش ممكن ترجعوا لبعض تاني؟ اللي انكسر ما يتصلحش يا طوح. نحاس باشا يفلت من محاولة اغتيال والناس تعتبره ولي من أولياء الله. إحنا كده بنفيده مش بنضره. لحد إمتى يفضل واقف شوكة في زوري كده؟ لحد إمتى؟ هدي نفسك يا مولاي، هدي نفسك جلالتك. ما تقوليش إهدى. أنا عايز أخلص منهم مش هم اللي خلصوا مني. الموضوع محتاج شوية تروى يا مولاي. تخلص من النحاس باشا بعد اللي الوفد بيشيعه عن العداء بينه وبين جلالتك، ده هيخلي الشعب كله يقف في صفه ضد جلالتك يا مولاي. يعني ايه؟ يعني استنى النحاس باشا شوية يا مولاي. ومين عصام؟ ده اللي لازم نخلص منه. انت بتقول ايه؟ اغني؟ ايوه يا ست توحه تغني. انا مش مغنيه، مش مطربه يا بيه. ما هو عشان كده انا كنت عامل حسابي وخليك تاخدي تدريبات غنى مع مدام رطل، واعتقد انك اتدربتي كويس. اتدربت كويس اه، بس يعني مش لدرجه اني اغني في فيلم حته واحده. ما هي مش غنى غنى، مش طرب طرب يعني، دي اغنيه دراميه دمها خفيف زي ما بقول لك. كلامها بيقول يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه، مشيتي حافيه وخدتي زكام وربط راسك بالدوخه. خوخه ايه ودوخه ايه بس يا بيه؟ المخرج شايف ان انت لازم تغني الاغنيه دي، وما دام المخرج شايف حاجه يبقى لازم تحصل. انا
مش فاهمة ايه اللي غير الحال؟ ما كنتوا دايما بتجيبوا المغنية تغني والممثلة بس تلعب شفايفها. يا ستي المخرج مصر انك تغني الاغنية دي بنفسك، والريحاني موافق، وانا شايف انك لو غنيتي هتبقى اضافة ليكي. وبعدين الملحن ملحن عبقري اسمه محمود الشريف، عارفاه؟ كان بيشتغل معانا في كازينو بديع، هو بعينه واللحن بتاعه سهل ممتنع. مش هغني. لا يا توحة هتغني. تسلم ايديك يا بيه. ألف مبروك يا توحة. الله يبارك فيك. أنا مش عارفة أقول لك إيه، ولو إن كان نفسي تبقى معانا يا أستاذ نجيب. أنا إيه هو اللي منعني إن أحضر؟ ولا كنت أتوقع رد الفعل ده. يا سارة أنت النهاردة فاتك كتير قوي، فاتك مولد نجمة كبيرة اسمها تحية كاريوكا. طب ما رحتيش تقول لها بنفسك ليه مبروك احسن ما تفرقي شربات على الفرقه كلها. هو انت ما شربتيش شربات نجاح ليه؟ بيموع نفسي. بيموع نفسك ولا مش فرحانه لنجاح توحة؟ عادي، انا ما بكرهش تحية، بس كمان ما حدش يجبرني اني احبها. انتي بتغيري منها. وغير منها ليه؟ هي مش احسن مني في حاجه. لا، احسن منك. عارفه ليه؟ عشان هي بتشتغل وتنجح، لكن انتي طول ما انتي غرقانه في الهباب اللي انتي فيه ده هتفضلي نكره فاشله، وهي هتفضل احسن منك. عموما تحية ما بقتش احسن مني انا لوحدي، بقت احسن مني ومنك. انت بتقولي ايه يا حيوانه؟ التحيه دي تلمستي انا اللي علمتها. طب ما رحتيش باركت لها بنفسك ليه؟ ولا مكسوفه علشان هي بقت نجمه اكبر منك؟ انا عارفه انك غيرانه من تحيه، قاعده بتوزعي شربات نجاحها وانت من جواكي مخنوقه علشان هي بقت البريق وانت سكتي. خلاص يا كلبه. مش بس كده، علشان كمان اللي انت شايفاه بعينك وخايفه منه، توحة كل يوم بتقرب من الريحاني اكتر واكتر، مش بعيد يوم ولا يومين ونسمع انهم متجوزين، تبقي استنيتي طول عمرك على الفاضي. انا لو عايزه الريحاني كنت فتحت له بابي من زمان وكان جالي زاحف، لكن انا اللي قفلت بابه. مين تحية دي اللي هغير منها على الريحاني؟ مين تحية اللي هغير منها على فنها؟ هي بنت شاطرة، بنت بتشتغل وبتجتهد، علشان كده بتنجح، وعشان كده أنا بحترمها عشان إصرارها. لكن أنتي فاشلة، فاشلة ومبتكرة، مريضة. عارفة يعني إيه مريضة؟ ومرضك النفسي ده عمالة توزعيه علينا، بتوزعيه شوية على توحة وشوية عليا. خرجي برا بنت، خرجي برا، مش عايزة أشوف وشك. برا يخليكي ليا يا جوجو يا قمر. ربنا يطرح لك فيها البركه يا تحيه يا رب. ويخليكي لينا يا اما. الا من حق، احنا خلاص هنعزل من هنا. ليه بس يا تحيه؟ بركه دعاكي ليا، ربنا رزقني وهناخد شقه جديده في الزمالك جنب حبيبتك ام كلثوم. خلاص يا حبيبتي اللي تشوفيه. انا رايحه دلوقتي، عندي تمرين عند ايزاك في معهد الرقص بتاعه، مش هتاخر عليك. وسلام. مع السلامه يا حبيبتي.
ازيك؟ رشدي حبيبي وحشتني. الحمد لله على السلامة. بجد وحشتني. الحمد لله على السلامة يا روزي. عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. والكلب ده كان بيجري وراك ليه؟ أنا اسمي محمد أنور السادات.